مثال حلو قوي على موقع التعلم الأونلاين هو موقع كورسيرا. موقع كورسيرا من أهم المواقع الأونلاين اللي انت يعني لو معرفتهاش هتبقى خسرت كتير قوي. هو ده الموقع، هسيب لكم اللينك تحت. انت ببساطة انت بتدخل على لينك، عندك فول نيم، بتكتب الاسم بتاعك كامل وريت تكتبه صح، عندك الايميل بتاعك، وبعدين هنا بتعمل كونفيرم للايميل بتاعك، وبعدين بتكتب باسورد اي اجري. طبعا احنا ما بنقراش التيرمز والاونر كود والحاجات دي، احنا بنسجل على طول كلام. بعد ما بتسجل بيظهر لك نجرب كده نسجل. يا رب ما يطلع غلط، يا رب ما يطلع غلط. صح تمام. انت لما بتدخل على الموقع، انا دلوقتي سجل، انا يعتبر مسجل، فبلاقي كلمة هنا كورسز، كورسات يعني، دي كورسات اللي انا واخدها اصلا، بس احنا دلوقتي ما بناخدش كورسات يعني، انتوا ما خدتوش كورسات عامة يعني. بتدخل على كلمة كورسز، بتلاقي هنا سيرش، ممكن تعمل سيرش على اسم الكورس نفسه او الكاتيجوري بتاعه او الجامعة اللي انت عايز تاخد منها كورس، او اسم دكتور معين او شخص انت اتقالك عليه. هو النت عامة عندي مسحوب من تقريبا المنطقة كلها شغالة عندي على النت. فعندك هنا نوعين من ترتيب الكورسات، كورس لسه هيبتدي، لا او هنا دي شغال اصلا وهنا لسه هيبتدي، او كورسات جديدة ودي starting soon اللي هو هيبتدي ان شاء الله قريب. ده بقى الكاتيجوري اهم حاجة، ده اللي هيفرق معانا في التصنيف، ان انت عايز كورس بأي لغة. لو قلنا مثلا انجليش، في 634 كورس انجليش. طبعا هي دي كورسات، انت بقى بتشوف انت عايز كورس في ايه. عندك ارتس، بيولوجي، لو قلنا مثلا كورس في البيولوجي هنلاقي هنا طبعا طلع لنا كل كورسات البيولوجي من كل جامعات العالم اللي ممكن تتخيلها يعني. مثال ممكن نلاقي دراج ديسكفري، ده حاجة كده تبع الدراج ديليفري والعلاج يعني بدراج ديليفري. بايو انفورماتيك، ذا برين اند سبيس، حاجة جينيتكس بارت 2، في بارت 1 برضو، انتروداكشن تو جينيتكس اند ايفوليوشن. يعني في برضو كورسات عن البرين، في كورسات رايتنج اند ساينس، كورس ده مهم اوي 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 كده يعني. في فيرولوجي برضو، ده مثال برضو على عامة الكورسات يعني اللي انت ممكن تاخدها. لو قلنا مثلا كليك على اي كورس من الكورسات دي، بنلاقي صفحة ظهرت لنا، ادي ده اسم الجامعة، جامعة دوك، دي الشهادة اللي انت هتاخدها من الكورس، وده الكورس، دي الحاجات اللي انت هتدرسها او الحاجات اللي الكورس هيغطيها. ده اسم الدكتور من الجامعة، اسمه محمد نور. الكاتيجوري بتاعه بيولوجي اند لايف ساينس اللي احنا دخلناها، بيقول لك ان هو هيقعد 11 ويك، وبيقول لك ان هو ان انت هتحتاج كل ويك من 5 ل 6 ساعات وورك، واللغة انجليش، وفي يعني في الترجمة او مش ترجمة، الكلام اللي بيطلع في الفيديو ممكن اوريه لكم يعني، بيطلع كلام تحت الدكتور بيقول مثلا، بيتكلم بالانجليش فبيطلع كلام تحت الكلام اللي هو بيقوله عشان لو حد ضعيف مثلا في الانجليش او حاجة يعني. دي الأسئلة العامة دي لازم تقروها، أعتقد هتفيدكوا يعني. الأسئلة اللي دايما بتتسأل، هل في شهادة، هل ما فيش شهادة، الكلام ده. هنفترض إن أنا إيه دوست جوين فور فري. طبعا الكورس هنا هيبتدي يناير، هيبتدي يناير 2 يناير 2015 تقريبا، أو لحد مارش، لحد شهر 3، 23/3/2015. فهو انا كاتب لي هنا، ده بما اني دوست انا كده حجزت ان انا كده في الكورس خلاص، فقال لي starts in 3 months. طيب نتخيل ان انا عندنا مثلا، انا اصلا مشترك في كورس وعايز ادخل مثلا يعني اتفرج على الماتيريال، عايز اشوف مثلا زي كورس، دي كورسات انا واخدها قبل كده مثلا، ده دوست كده على الكورس خلاص يعني، الكورس ظاهر لي لودينج. ويلكم تو ويك 7. طيب ده كده، ده بيختلف من كورس لكورس يعني، في كورسات بتلاقي الترتيب ده فيها مختلف، بس اهم حاجة عندنا ده اللي هو السيلبس
والفيديو ليكتشر برضو مهمة، والكويزز، و about us. about us ده بيعرفك مين الناس اللي مديها الكورس ده أصلا، اسمه دكتور كوهار حاجة كده يعني، ما مش يعني مش مهم الاسم أوي. ودي ال يعني انت المفروض عامة بتقرا الكورس ده، الدكتور ده بيتكلم عن ايه، او الدكتور ده جاي منين، هل يعني هيفيدني ولا مش هيفيدني، كورس يستاهل ان انا اقعد في الوقت عندي. الفيديو ليكتشر دي المحاضرات اللي انا هاخدها من الكورس دي، اهم صفحة تقريبا في كله يعني. وهنا هو مقسمها لك ويك 1 ويك 2، مش مهم قوي. تقريبا انا ما خدتش غير في الكورس ده غير محاضرة واحدة، اول غير واحدة بس. دي بقى طبعا ده الويك الاول، وده ترتيب المحاضرات، دي عدد الدقايق بتاعت الفيديو. عايز تنزل الفيديو او تتفرج عليه اونلاين كده، انا لو دوست كده يبقى انا كده بتفرج عليه اونلاين. بيحمل عادي جدا وبعدين يشتغل اهو. النكست، النكست دي يعني انا عايز خلصت الفيديو ابو 7 و19 ثانية ده، وبعدين انقل على الفيديو اللي بعده. السي سي دي الانجليش، لو دوست انجليش هو بيعمل لي ترجمة، مش ترجمة او حاجة اسمها subtitles، يعني الكلام اللي الدكتور ده بيتكلم بيقوله هو بيظهر هنا، عشان لو احنا عندنا مثلا صعوبة في الانجليش او حاجة فممكن نقرأ. في حاجة كمان مهمة قوي، لو انت مثلا مخنوق او حاسس ان الموضوع صعب في الانجليش، ممكن تقلل سرعة الفيديو عن طريق الماينس اللي موجودة هنا دي، فهو كده بيتكلم الدكتور بالراحة بالتصوير البطيء، فانت بتسمع بسرعة. عايز ان انت جامد جدا يعني وفاهم كل حاجة تدوس بلس، فهو الدكتور بيتكلم بسرعة وبيلخص لك الكورس يعني، بيزيد سرعة الكورس. عندنا بلس لحد 2 تقريبا يعني الضعف. دي اهم حاجة. عايز تنزل الكورس اهو، ده لينك تحميل الفيديوهات كلها، بتدوس هنا على اللينك ده MP4 بينزلك. دي السبتايتلز اللي بتبقى موجودة في الكورس لو عايز تنزلها وتنضمها على الفيديو، ودي تكست السبتايتلز، التكست اللي بتبقى ظاهرة زي مثلا تشيت، كلام اللي الدكتور بيقوله بيبقى عبارة عن تكست عادي. ودي ال بين ال الترانسكريبت، يعني مش هتفيدكوا قوي. لو في فعلا ملف يعني الدكتور بيبقى حاطه، بتلاقيه هنا برضو ملف PDF او حاجة. ده كده يعني يعتبر ملخص الكورسز يعني، او الموقع ده عامة انت ازاي بتتعامل معاه. طبعا انت لازم تجرب ولازم تغلط. ده كده صفحة الكورس الرئيسية. الدسكشن هتلاقيها على الجنب هنا، لو ملقيتهاش على الجنب هتلاقيها هنا دسكشن. في كمان النوتس، لو الدكتور بيسيب لك نوتس او حاجة بتلاقيها هنا برضو. بس يعني جميل ولذيذ، وممكن تقعد في بيتك برضو تتعلم اي حاجة، بتتعرف على ناس جديدة يعني. واحد سأل سؤال هنا، واحدة اسمها لانا او معرفش اساميهم الغريبة دي، فانت بتشوف السؤال بتلاقي رد عليه، ممكن ترد انت عليه. لو عندك سؤال بتسأل، لو عايز تتكلم مع الدكتور بتتكلم معاه، فالموضوع بيبقى سهل قوي. ده لينك، ده بتلاقي هنا فيسبوك يعني، هنا جروب الكورس ده على الفيسبوك. طبعا انا مش اشتركتش في جروب، ممكن تدوس جوين جروب عادي. بس يعني ده ملخص كده الكورس كله يعني، ان شاء الله يعجبكم، وهنزل لكم ملخص بقية المواقع ازاي تتعاملوا معاه.